كنوز اف ام. كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها. صباح الخير، نهاركم طيب وسعيد. مرحبا بكم الناس الكل على كنوز اف ام. بداية اسبوع موافقة للجميع. الاثنين 10 أوت 2015، الموافق 25 شوال 1436 للهجرة. صباح النور. بونجور. اليوم نهار اثنين، ان شاء الله نهاركم زين. كل واحد من ليكيب اعطانا دعوه تقول وراها امين، وان شاء الله ربي ينوب علينا اجمعين. امين. منال قالت ان شاء الله عديت ويكاند حلوات، وباقي الجمعه تتعدى فيس عليا مات وما تصرفش برشا الحنينات. امين. انهار قالت يا صبيه يعطيك احلى هديه وتجيك خدمه اللي هي وتولي من اول شهريه غنيه. امين. سنة قالت برا يعطيك فرحه وزين وعين وشباب وثروة بالحساب وخلاعة بلا فلوس ولا عذاب. امين. عماد قال يا مدير ان شاء الله ديما شيك سمباتيك، وكي تدخل تقديم البوتيك مولا الحانوت هكا هكا بيك، وتاخو كلاسة بلاستيك، وكي تروح لداركم تلقى فطور نودك ولا نشهيك، وصلاته والحم وشربه وبريك، وبرا يرحم والديك. امين. وائل قال ان شاء الله جمعة جديدة تتفرهدوا فيها بالخلاعة، ووقيت للي مازال ما خممش في السلاعة، وكنوز افام هي اسم الإذاعة، وكان سمعتوا برنامج يحب يكون كيفنا راهم يقلدوا فينا ساعة ساعة، أما ميسالش الجو والضحكة عندها ماليها، وكنوزة فيه متنسيك الدنيا وما فيها. وكل عادة نتمنى نهاركم يكون أحلى نهار، ونخليكم مع منتصر والأخبار. وجنرالمون كيفاش خرجت من النقاش هذايا؟ إبوي كيما تعمل زاليتيسين أعمل زادة ليستة بردات فعل تخمم قبل ما تتكلم، واحسب من واحد لخمسة. يعني ديجا ما قلت لك الميكروفون دورها في مخك 3 ثواني، انا قداك 1 2 3 4 وخليك واثق من روحك. فالا اهلا وسهلا. تاخذ 4 على 60 كيما واحد نعرف. بيان سور نتحاسبوا ان شاء الله بنتيجه نهار السبت. برشا برشا يحبوا يتكلموا. شو ما شبيك انت في راسك شبيك هذه كلمه زوينه. انا كنت عندي امل ما قصيت انا وياها. كاني خدم تاكسي واليوم عطار ويوصلني قدام الدار. 10 6 سنين عز أصحاب كيل أخوات ودي مقرب يحب الكرة ويعشق الإتوال مهبول فيراج مش نورمال وراهو ما يفلت حتى بارتي أميكال ولا فينال يا مو أصحابي تنقول اليوم إن شاء الله العشرة اللي بيناتنا تدوم انت عندي اغلى صديق والصديق وقت الضيق يحب الخروج والدوره والمحواس ومع البنات راهو بزناس يزي ما تكلمش بنات الناس واحده برك ما فيها بس 6 سنين متفاهمين احلى اصحاب وأحلى اثنين فرحانين وقول أمين إن شاء الله ديما متهنين. شكيتا كنوز اف ام. كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها.